رح ننتقل نرمين لمحطتنا التالية مع الإبداع اللي استوطنت بأيادي حرفيين سوريين أدهشت العالم بجمالها وسر صنعتها، ورح نسلط الضوء على الحاضنة الحرفية اللي كتير من مفاصل الحياة موجودة فيها، توقفت اليوم استجابة لمتطلبات المرحلة والتعامل مع فيروس كورونا المستجد. بعض مفاصل الحياة لازالت مستمرة بالحاضنة مع مراعاة الشروط الصحية إضافة لحملات التوعية، ورح يكون حديثنا أوسع عنا مع المسؤول الإعلامي في حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية عدنان تنبكجي. يسعد لنا صباحك. صباح الخير، صباح التفاؤل ان شاء الله. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. كثير اليوم او جميع المؤسسات اليوم بسوريا كيفت حاله للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. خلينا نحكي اليوم عن الحاضنه، شو الجديد اللي كان او كيف اليوم غيرت سياسه عملها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. يسعد صباحكم. بالبدايه بحب وجه الشكر للقياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي وللسيد وزير الصحة ورئيس الاتحاد العام للحرفيين، شكر موصول لرئيس الاتحاد دمشق للجمعيات الحرفية والأستاذ لؤي شكو اللي بصراحة عم يسهروا الليالي ليغيروا المنهجية اللي كانت في أشياء هلا مو وقتها. بالنسبة للحاضنة بما يخص الحرف اليدوية هلا في عنا تحف من أجلها شوي، تغير المسار بالتطورات اللي صارت بموضوع كورونا. في عنا خط إنتاجي ما توقف أبداً، اللي هو بجمعية سوا الإنتاجية لأبناء الشهداء، هدول المرحلة اللي تخرجوا منها. صحيح. يعني هذا شيء ببشر بالخير أنه الدفعة الأولى اللي تعلمت بجمعية سوا اللي بحاضنة دمر تبع أبناء الشهداء تخرجت وعم تنتج. اليوم صار في عنا خط إنتاجي كتير حلو بما يخص موضوع الكمامات والمواد المعقمة اللي وغير المعقمة. يعني احنا اليوم كمان هلا في عقود مع المؤسسة العسكرية طبعا من شان موضوع الأفرولات الكاملة اللي بتكون واقية تماما. في عنا موضوع منبشر كمان بالخير كل اللي عم يسمعونا بالأيام القادمة إن شاء الله، الإخبار راح تكون بمطلع الناس اللي احنا راح نخبركم اياها، لانه على طول انتم ما بتقصروا معنا وبتواكبونا باخبار الساره والحلوه للحاضنه وللحرفيين. اللي هو عندنا خط كثير حلو باجهزه تعقيم للمؤسسات، وان شاء الله في عندنا كمان اجهزه تعقيم للاشياء الشخصيه اليدويه اللي معه بورتوكليه معه موبايل معه كله هي الاجهزه ان شاء الله بقيد المراحل الاخيره راح تكون. في مفاجات كمان كثير حلوه. في عندنا كمان بما يخص الابداع بالملابس، صديقنا وزميلنا الأستاذ فايز ميسيم ركز على موضوع إبداع جديد وابتكار فينا نقول عالمي على موضوع التصاميم من الأطفال، أنه كيف بدهم يبدوا بيقطعوا أشواط كتير حلوة. ما رح أنا أحكي عن هالمفاجأة، وإن شاء الله بالأيام القادمة رح تشوفوا إبداع سوري حقيقي انطلق من حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية. تماما. احنا متعودين على الابداع السوري، يمكن من خلال المقدمه توقفت عجله العمل في الحاضنه ولكن استمرت من جهه اخرى بشروط. نعم. يعني صحية. بشروط صحيه وقائيه، خلينا نقول مو وقائيه، هي الشروط هي للتصدي للفيروس وليس للوقايه منه، ولكن هي اجراءات احتياطيه. صحيح. فيها لا نقدر نحن نستمر بعملنا ولكن بظروف يمكن شوي صحيه. طبعا. شو تصرفتوا؟ شو الاجراءات اللي اتخذتوها؟ خففتوا عدد من الكوادر؟ صحيح. ونحكي عن نحن موضوع الحاضنه طبعا تعقمت بشكل جيد، يعني صار تعقيم كمان دوري، ما انه والله اكتفينا بالتعقيم للمرحله الاولى. المعدات والآلات المكانات كلها تعقمت كمان بشكل جيد، وهذا الكلام موثق. فيما يخص المواد الأولية كمان كلها تعقمت، وأثناء مرورها يعني أول ما عم تجي المواد الأولية كمان عم تتعقم. ظروف التباعد كمان هلا اليوم عندنا خط الانتاج عم يكون في بعد، يعني ما عم نكتفي بالمتر ونص، كمان مترين وفيما أكثر من المترين عم يكون التباعد. الوقايه كمان احنا على طول الكمامات موجوده، القفازات لابسينها، والشروط يعني المعنويات كمان كثير عاليه الحمد لله، معنويات الشباب كلياتهم عاليه. العنصر النسائي فعال معنا مستمر بشكل جيد، يعني الحمد لله الامور كلها تمام بتبشر بالخير. مثل ما قلتي في عندنا اشياء وقفناها
بشكل مؤقت، في اشياء ابدا اللي سويناها للمستجدات اللي صارت عنا هلا بموضوع ما يخص كورونا. نعم. حكينا عن بعض الاجراءات الاحترازيه اللي عم تقوموا فيها ضمن الحاضنه، خلينا نحكي عن الدور التوعوي اليوم اللي عم بيكون مع الحرفيين، كيف عم تتم توعيتهم؟ هل خضعوا لدورات معينه؟ هل عم تكون في مراقبه مستمره يمكن لآلية العمل لحضورهم بقلب الحاضنه حتى لوقت خروجهم منها؟ والله طبعا اكيد هذا الكلام. احنا هلا في عندنا كل حلاوه الحرفيين، يعني غير انه التجمع اللي كان بتزاحم، هلا اليوم في تجمعات وليكن على وسائل التواصل الاجتماعي، كل جمعيه حرفيه في عندهم اكثر من جروب بيضل على طول متواصلين مع بعضهم، بيعطون التعليمات وكيف الوقايه عم بتكون بشكل جيد، والاعلام كمان ما عم يقصر، واليوم التوعيه عندنا على الشعب السوري يعني بتلاحظي انه اكثر من غير شعوب، الحمد لله كله شعب واعي وفهمان، وما بدنا ننظر للناحيه او ناحيتين او ثلاثه سلبيات، بشكل عام كلياتهم عم ياخذوا التعليمات وين ما راح، بالراديو بالتلفزيون من الجهات الرسميه اللي هو تابع لها، من الجهات الخاصه كمان، التوعيه الحمد لله، واكبر دليل الحمد لله ان شاء الله بتضل الامور هيك واحسن، يعني موضوع التعافي كثير كثير حلو، اليوم كل يوم عم نسمع اخبار حلوه. اكيد لازم نحن نكون عندنا طاقه ايجابيه، ولكن لازم ناخذ حذرنا الشديد طبعاً. يعني بالوعي خلينا نتصدع له، مو نتفائل كمان زياده، نروح نطلع على الشارع، لا متربقين مع بعض تماما، مو نروح نطلع على الشارع ونقول لا في صار حالات شفاء فنحن فينا هلا لا نطلع، لا بالعكس، هلا لازم تكون المسؤوليه على عاتقنا صارت اكبر واكبر تجاه انفسنا، تجاه أكيد الاشخاص. اكيد هذا الوعي مستمر، اكيد. ونحن هلا كمان صار في عندنا اجتماعات كثير مهمة وفق الشروط الصحية تبع رئاسة مجلس وزراء وزارة الصحة، هالاجتماعات عم تكون لإبداع حقيقي، كل واحد شو عنده شو ينتج، في عنا خبراء كمان استعنا بخبراء بالمجال الصحي منشان موضوع المنافس الصحية اللي بدها تكون بالبيت وبالسيارة ومشان ما يكون عبء على المشافي كمان، كلياتها هاي الأمور إن شاء الله بالعشر أيام القادمة ببلش الإنتاج بخطوات صحيحة ومواصفات عالمية وبأيادي منتجات للحرفيين السوريين وشيوخ الكار، لأنه مركز الأبحاث عنا بالحاضنة دمر المركزية على طول، في عنا جديد وأبحاث فعلا عالمية، واكبر دليل احنا شاركنا بمعرض الباسل للابداع واجتنا دعوات خارجيه، لانه معرض مهرجان الباسل كان في كم كبير من الزوار مو بس من سوريا من برا، وما زلنا عم نتلقى دعوات بما يخص الابداع والمنتجات الحرفيه، وبرهان واضح وحضورنا أكيد موجود بسوريا وبرات سوريا. نعم، يعول اليوم على دور الحرفيين اكيد، وخصوصا مثل ما ذكرت ببدايه حديثك اليوم في خطوط انتاج مهمه بما يتعلق بفيروس كورونا، راح تكون سواء على صعيد انتاج البدلات او نعم الكمامات او حتى نعم التعقيم، صار عقود تمام تمام. قبل ما نختم اذا في شيء حاستك حاب تحكي شيء او تضيف شيء بالختام تفضل. بحب نوه انا نحن بالبرلمان الدولي لعلماء التنميه البشريه بالتعاون مع مجلس اداره ديلوكس الالمانيه البلجيكيه صار عنا تحت عنوان لا مرونة مع كورونا، إرشادات وتوعية كتير كتير مهمة من شان موضوع أول شيء رفع المعنويات، مرافقة مع موضوع أنه يكون الشروط الصحية اللي معممة من وزارة الصحة أنه إحنا نتابعها بالتباعد البدني وعدم الهلع والخوف، وكمان موضوع غسل الايادي كلياتها هي ذكرتوها ما بدي انا اعيدها، المواطن اليوم صار على وعي تام، بس نحن بدنا ننوه على رفع معنويات الكبار بالسن، ونحن نشغل الاطفال بموضوع شيء مهم بمحافظه على التباعد، وان شاء الله يا رب على طول سوريا بتضل بخير وشعبها وناسها وقائدها والامور ان شاء الله ازمه وبتعدي، الحرص كثير مهم وشعارنا خليك بالبيت. أكيد خليك. نوجه التحية بعد إذنك للدكتور محمد خير أبو جيب المدير الإقليمي لموضوع المركز الدولي، وإن شاء الله يا رب تضلوا كلكم بخير. الله يسلمك، شكرا لك. بدنا نتشكر وجودك معنا أستاذ عدنان تنبكجي، بدنا نتمنى لكم السلامة والصحة والتوفيق، وإن شاء الله يا رب عجلة الحياة بترجع لطبيعتها، ولكن نرجع منقول بالوعي والإرادة. أكيد.
أكيد دائما يعول على اليد الحرفية السورية بكل أزمة وبكل موقف. أكيد من خلالك بدنا نوجه تحية لكل الحرفيين كمان يلي بعدهم مستمرين بخطوط الإنتاج. شكرا كثير لك. حي شيوخ الكار والحرفيين وكل السوريين، يعطيكم العافية. شكرا.